الآن نكمل آخر فقرتين من الدرس ونكمل قراءتها. فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر. وصلنا إلى التنوع وقلنا بأنه هو الفروقات بين الأشخاص والجماعات والعروق، وقلنا بأن هنالك كلمة خطيرة هي الآخر، حينما قال علينا قبول الآخر. من هو الآخر؟ قلنا بأن الآخر هو كل ما ليس أنا أو ما ليس نحن. فالآخر هنا نتساءل، إذا مش هو اللي بيجمعني في عاداتي وتقاليدي، فمن هذا الآخر؟ وماذا قصد بكلمة الآخر؟ فالآخر هو كل ما يختلف عنا أو نحن نختلف عنه، أو هو لا يشبهنا، سواء من اللون أو الجنس، عاداته، تقاليده، الفكر والقيم حتى. فالآخر كما قلنا هو كل ما يختلف عنا أو نختلف عنه، فهو لا يشبهنا، سواء من حيث اللون، الجنس، العادات والتقاليد أو القيم، الفكر، حتى إنه يختلف بفكره وأيديولوجياته، توجهاته السياسية الدينية، فهو كله تماما يختلف عنا، هو يسمى الآخر. فالآخر هو كل ما يختلف عنا أو نختلف عنه أو لا يشبهنا ونحن لا نشبهه، سواء من حيث اللون، من حيث اللون أو الجنس أو العادات والتقاليد أو القيم والفكر، وأيضا حتى أنه لا يشبهنا، حتى أنه لا يشبهنا بماذا؟ بتوجهاته السياسية والدينية. فهنالك فرق كبير بيننا وبين ما هو الآخر. فالآخر هو كل أحد ليس منا ولا يشبهنا، يختلف عنا بنواحي عدة، من حيث اللون، الجنس، العادات والتقاليد، قيمه، أفكاره، أيديولوجياته، كلها لا تشبهنا، حتى توجهاته السياسية الدينية. قد تجمعنا فروقات بسيطة، مثلا توجه ثقافي يميل إلى قراءة كذا وكذا نحن، لكن بشكل عام توجهاته السياسية والدينية تختلف عنا اختلافا كبير. نكمل الفقرة ونقول نعيد قراءة الفقرة أحسن لنا. فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق. ما هو الانغلاق؟ الانغلاق هو لا نقول عنه الجهل، وإنما بقدر ما نقول عنه حتى أنه لا يشبه العنصرية، نقول هذا إنسان مغلق على نفسه، بمعنى غير متفتح، عدم الوعي. الانغلاق عدم الوعي وعدم التفتح، عدم الوعي والتفتح، فهو بحاله يعني ما عنده تطلعات حتى بأنه يعرف ما هي ثقافات الشعوب الأخرى. هذا الانغلاق والانطواء على نفسه قد يجعل منه إنساناً لا يعلم بثقافات الشعوب الأخرى وحضارات أخرى قد يكون واجبا عليه بأن يعلمها ويدرس عنها ويكون بهذا القبيل واع ومتفتحا، لكن الانغلاق قد يولد الجهل. يعني نأسف على هذه الكلمة، ولكن حتما الانغلاق يولد عدم المعرفة. ولتجعلوا إعلامنا، الإعلام يشكل في المملكة الأردنية الهاشمية السلطة الرابعة. الإعلام هنا معلومة مهمة، معلومة مهمة. الإعلام الأردني هو السلطة الرابعة، السلطة الرابعة في المملكة. لذلك قال ولتجعلوا إعلامنا، إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة.
خليهم يشوفوا الأردنيين هذه الحقيقة ويستشعروا كل صعوبات وتحديات يمر بها هذا الوطن. وسلطة السؤال هنا سلطة، حينما يقول سلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما، يجب علينا أن نسأل لمصلحة الوطن بالأول وبالأخير، أهم شيء لدينا هو الوطن. اللهم احفظ أردننا بالأمن والسلام يا رب، ولتجعلوا مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاح وتميز، ولتجعلوا قواتنا المسلحة الباسلة بمعنى الشجاعة، الباسلة بمعنى الشجاعة أو الجبارة. درع الوطن وسياجه المنيع، فالسياج المنيع هو الحصن المنيع الذي يحفظ الأمن الداخلي والسلام الداخلي من أي هجمات أخرى خارجية. هنا في هذه الفقرة لدي فكرة جميلة، ألا وهي فكرة، وهي بيان دور الجامعات والمؤسسات العامة في توعية الشباب عن طريق ماذا؟ باحترام التنوع وقبول الآخر. نكمل الفقرة الأخيرة من الدرس. يقول جلالة الملك مخاطبا شباب الأردن: يا شباب الأردن الغالي، اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم، وأنكم من أبرز صناعه، وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية. امضوا في مسيرة البناء والتحديث والازدهار. هنا حينما قال امضوا بمعنى هو يدعم مسيرة البناء والتحديث الذي يسير بها هذا الشباب الأردني الغالي. فالأردن كل الأردن، من خلفكم بمعنى وراءكم، خلفكم وراءكم، خلفكم بمعناها وراءكم، يساندكم، خلفكم يعضدكم بمعنى يؤازركم ويسندكم، يعضدكم بمعنى يؤازركم ويساندكم في كل خطوة من خطواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين. أخذ هذا النص من الموقع الرسمي لجلالة الملك على الشبكة العالمية للمعلومات، ألا وهي الإنترنت. هكذا قد انتهينا من حل من شرح الأفكار والمعاني وقراءة الدرس، فلننتقل إن شاء الله في الفيديو القادم إلى حل الأسئلة. ولديكم يا سادس الأبطال واجب، ألا وهو حل أسئلة الدرس صفحة طبعا، ألا وهو المعجم والدلالة، بالإضافة إلى الفهم والاستيعاب. كلهم هاي الأسئلة بصفحة 38. لكن يا سادس الحلوين، كان لدي هنالك فكرة بسيطة قبل أن أعطيكم الواجب قد نسيتها لبرهة، وهي دعم الأردن للشباب للقيام بواجباتهم. وهكذا انتهينا من الدرس كاملا. هذه الأفكار والمعاني أرجو نقلها وفهمها جيداً.